الكاتب والصحفي أديب مخزوم جامع أرشيف فريد الأطرش. كمان يسعد مساك أستاذ يا أديب. هلا وسهلا. بالإضافة كمان للعازف يلي انضم لنا هلأ كمان زيدان أبو فخر، يسعد مساك. ومساكم يا أهلا. ايضا بنقول مساء الخير عن جديد عن جديد للاستاذ طبعا هادي بقدوناس ولهشام كردي اللي بقيتوا معنا. واكيد سهرتنا لليوم مكمله للحديث عن فريد الاطرش. استاذ اسمح لي ابدا مع حضرتك لحتى اسالك عن لما بيكون في تعاون فني بين اكثر من فنان، كان السؤال دائما غامض عن فريد الاطرش، انه ليه مثلا ما عطى لام كلثوم، ليه ما عطى لعبد الحليم، ليه ما عطى لاسماء اخرى مثل فيروز. هو باحدى لقاءاته يلي يمكن كنا عم نحضرها مع التلفزيون السوري بشير لانه هو راح وصار اتفاق مع عبد الحليم ومع ام كلثوم، ولكن عم يتفاجئ بعد اسبوع انه بيقطعوا الاتصال معه وبيرفضوا. فبرايك بوقتها هي الحرب بين النجوم وفي عالم تتدخل، هل كانت هي السبب ولا في اسباب اخرى نحن بنجهلها؟ لا، لم تكن هناك اي اسباب مجهوله، بالعكس يعني من المعروف ان الرئيس جمال عبد الناصر انتصر لفريد الاطرش عام 59 عندما احيكت يعني ضده مؤامره وجرت احداثها هنا في دمشق في سينما دمشق تحديدا بمناسبة عيد الوحدة عام 59. كانت قد أقيم أسبوع كامل للوحدة، ثم يعني انسحبت الفرقة بمؤامرة من أحد الموسيقيين، يعني هو اللي فاز كان رئيس المهن الموسيقي بفارق صوت عن فريد. بالتأكيد لا، أنا أحكي لك شغلة بس مشان لكمل أنه الفكرة شو اللي صارت، يعني كيف أنصف الرجل يعني ولم ينظر إليه إلا كمواطن عربي في دولة الوحدة يعني. فهو لما انسحبت الفرقة فطلع على المسرح وقال لهم أنا لا أملك إلا صوتي وهذا العود، وعمل مقدمة أول همسي على العود العزف الرائع هذا المفرد، وبالتالي ثبت العود كنجم على المسرح فريد الأطرش. وانسحب إلى لبنان، غادر دولة الوحدة أنذاك، فأمر جمال عبد الناصر محمد عبد الوهاب أنه يطلع على لبنان ويجيب فريد الأطرش، ولم يعلم بهذه الحادثة إلا بعد أن التقى فريد الأطرش بعام 1960 ليكشف. عندما قال له عبد الناصر هل أنصفناك، أدرك أنذاك أن الرئيس عبد الناصر أنصفه. الحرب بين الفنانين كانت قائمة وهي مشروعة، لكنها كانت أحيانا تأخذ جانبا معينا. الحرب بين الفنانين حتكون نرجع لأكيد بعد دقائق كتير قليلة، ولكن الاتصال صار جاهز معنا مع الأستاذ صباح فخري، حنرجع نتوسع بهي الفكرة بالتأكيد. ولكن لازم نقول مساء الخير للفنان العظيم بسوريا، وهو يعني بيمثل سوريا بكلياتها وبتحديد حلب الهرم بسوريا. صباح فخري مساء الخير لك. اهلا وسهلا. مساء الخير استاذ صباح. يا مرحبا استاذ صباح. طبعا اليوم عم نحكي عن عملاق من عمالقه سوريا هو الفنان الراحل فريد الاطرش. طبعا استاذ صباح، زمن العمالقه هلا طبعا بهلا وقتنا الحالي قديش لسه نحن بنتاثر بهديك الايام، بنتاثر بالموسيقى يلي قدموها. نعم تفضل. نعم. استاذ صباح، موسيقى ايام زمان قديش لحد الان نحن بنتاثر فيها، قديش لسه لهلا هي مأثرة فينا ونحن لسه بنقتدي فيها؟ نعم نعم نعم. هلا السؤال هذا لشو؟ طبعا استاذ بدي رايك، بدي راي حضرتك بين الاختلاف بين موسيقى ايام زمان. بما انه حضرتك احد يعني طبعاً كبار الزمن الجميل. عفوا اللي عفوا معنا. لا تسالينا سؤال ما له علاقه في الموضوع. استاذ فريد الاطرش. طب فلنبدا بالسؤال عن فريد الاطرش. طبعا الاستاذ فريد الاطرش، الفنان فريد الاطرش هو احد العمالقه يلي كانوا موجودين بالعصر القديم، اذا بدنا نقول العصر الذهبي. طب تفضل حضرتك احكي لنا اكثر عن فريد الاطرش. طيب فريد الاطرش انا بتكلم عنه، الاستاذ فريد الاطرش اولا انسانيا وفنيا ثم فنيا، كان انسانا طيبا كريما، بيته مفتوح دائما لكل من ياتي ويتناول ما يريده من طعام وشراب، بيته كان مضافا لمن ياتيه، وكنت معه صديقا نحب بعضنا. ما من الناحية الفنية فهو موسيقار وملحن موهوب مبدع،
وقال الأستاذ محمد عبد الوهاب أنا أعطي ربع ألحاني مقابل ألحان فريد، والجميع يستمعون لموسيقاه وألحانه، وكثير يقلدون أغانيه ويرددونها في الحفلات، رحم الله لما قدمه للناس. هذا فريد الأطرش. بس أنا كنت أتمنى، ما أعمل مداخلة، بتمنى تعملوا ندوة خاصة عن طبعا حضرتك كاملة. أكيد مدعو بأي وقت أنت بتحدده، وتدعونا إليه مفتوحة للكبار مثلك. من ما نعرف فريد عن قرب، ومن احتك به عن قرب، ومن تعايش معه بالتأكيد. لنعطي هذا الإنسان حقه بالتأكيد. فإذا حضرتك مدعو بأي وقت أنت بتقرره لتكون بيناتنا، ونعمل لقاء أكيد بالجانب اللي حضرتك بتقرره. الله بنحكي لأنه هي قصد مصر، أنا بعرف إشي لصف كده. أكيد مصر ليس كلها بالأستاذ سويد أطش، بل حسدا وغيرة. فالحقيقة لم ينصف من قبل إخواننا المصريين الأحباء لقلوبنا، واللي نحن سوريا ومصر دائما نتحدى، وتاريخيا موجودين لما بتفقوا فنقوى ضاربة. صحيح. المهم منذ القدم، يعني ما أنصفوا، ما يعني عفوا الغير قلت لك والعزاب، ما عدوا كذا، لا بالنقابة فنانين ولا غنت له أي ما ولا. المهم يعني معروف، فالحقيقة أثروا بحقه كإنصاف فني لهذا العملاق الأستاذ فريد أطاش رحمه. أكيد الله يرحم كل العمالقة. أستاذ صباح فخري، نحن بلش الوقت يعني ينفذ من برنامجنا. يلا أنا خلص، بدي أشكرك كثير. أنا أتمنى تعملوا ندوة خاصة. بالتأكيد، ما نحن هي يعني فكرة مفتوحة مع ضيوف بقلب السيولة، لكن بالأيام القادمة. جميع كثير جميع المثقفين الفنيين وجميع الأساتذة وجميع الملحنين أكيد، وجميع من تعايشوا مع الأستاذ بيضا. تمام، شكرا كثير لك. شو بدنا نحكي؟ في الكثير يعني. أكيد أكيد، الحكي مع حضرتك ما بيخلص ولا يمل أبدا. بدي أشكرك لسا صباح فخري، كنت معنا على الهواء مباشرة، ومتمنى لكم التوفيق. شكرا، وإلى لقاء قريب بإذن الله. هذا وعد من حضرتك لإلنا. نعم، حناخده على محمل الجد اكيد وناطرين. شكرا كثير. نحن اكيد حنرجع على فكرتنا، ولكن خليني اسال شام، ليه تاثرتي؟ ليه بكيتي؟ لا مو قصه بكيت، بس بيتاثر الانسان على الفنانين هذول الكبار، امثال صباح فخري وغيره وفريد واوا، الله يطول بعمره الاستاذ صباح. انه هيك عالم ما عاد تتكرر. يعني ومهما حزينا حزون ما رح نوصل لمستواهم، بس بنحاول انه نمشي على نهجهم، وبتمنى انه هالفنانين هذول الكبار يندعموا اكثر بحياتهم بمماتهم. اكيد اكيد بنتمنى هذا الشيء. استاذ داود، نرجع للفكره اللي طرحناها قبل اتصالنا مع الاستاذ صباح. اسمح لي كثف كثير حقيقه، يعني انصافا لله والتاريخ، يعني او الحقيقه والتاريخ، ان الشعب المصري ما قدمه لفريد الأطرش لم يقدمه لفنان عربي اخر. وحتى الان تذهب في التاكسيات في شوارع القاهره ستجد فريد الأطرش وميادة الحناوي. الشعب المصري ليس لديه هذه التصنيفات أو هذه الحروب التي تجري بين الفنانين. قد كرمه في حياته وكرمه في مماته أيضا، هذا جانب لننتهي منه. أيضا إذا قلت أنا بدأت بالرئيس، رئيس البلاد عبد الناصر ورئيس دولة الوحدة آنذاك أنصف الفنان فريد الأطرش. أيضا المؤرخون، يعني أنا أعرف مثلا من جزء من المحارب، والأستاذ هادي بيعرف هذه المسألة، أنه كان أحد الصحفيين أو اثنين من الصحفيين يقبضوا رواتب من شخص ليهاجموا فريد الأطرش، منهم كمال النجمي على سبيل المثال. هذا الأمر لم يؤثر على مكانة فريد لدى المستمعين، وكل فنان
خلوده هو في اذان مستمعين تماما. هو لا يقل، قد لا يكون لحن لأم كلثوم او بعض الفنانين الذين كانوا يعني يملكون هذا التحزب المناطقي او هذا، لكنه لم يؤثر على ابداع فريد، على العكس تماما. عندما جاءت فرقة بجانيني الى مصر كانت تحمل معها شريطا هو اول مقطوعة عربية تعزف في السيمفونيات اللي هي مجموعة يزارة في خيالي. للانصاف للانصاف، مصر انصفت وايضا سوريا حاليا، هلا الحكومة السورية حاليا عم بتطالب بالاحتفال بمئويته لفريد الاطرش. اسمح لي استاذ دونيس كمان، انا اولا شكرا للحكومة السورية على هذه البادرة لتخليد العمالقة من الفنانين السوريين الذين عانوا في حياتهم، على الاقل نخلدهم في يمناتهم. لكن اريد ان اشير الى الاستاذ هادي انه عند بعد 28 سنه من رحيل العملاق فريد الاطرش اقمنا حفلا بالتعاون ما بين الاذاعه والتلفزيون ونقابه الفنانين، وقاد الحفل انذاك موسيقيا اشرف على الفرقه الموسيقيه، وايضا قدم كولاج فني لمجموعه اغاني فريد الاطرش. في عام 2002 قدمنا عملا لفريد الاطرش، وعلينا ان نوثق ذلك. وما الآن إقامة معهد موسيقي باسم فريد الأطرش وباسم صلح الوادك إلا هو تكريس للأجيال القادمة كي تعرف شيئا عن هذه العمالقة. داود عفوا، نحن كنقابة فنانين والمركزية ونقابة الفنانين في المنطقة الجنوبية كل سنة كنا نساوي أمسية للراحل فريد الأطرش احياء لذكرى. نعم. كل سنه على مدار 10 سنين انا اتذكر بعد 2002 بدانا. نعم. انا ذاك معاً يعني بمعيتك. لا مش ما ما, ما ولا تبخسوا الناس اشياء، لا لكنها يعني يقولوا انه بعد 28 سنه اقول انا بدا يعني نقابة فنانين هي دوله والدوله دائما مشاركه بهذا الموضوع، ان كان على الصعيد الشعبي بسويدا وفي محافظات ثانيه كمان بيحيوا ذكرى، باللاذقيه مثلا بحلب بيحيوا ذكرى، بيحيوا ذكرى في دائما موجودين يعني مو بس هالعام، هذا نحن دائما مشاركين في احياء ذكرى للراحل فريد الاطراش واسمهان وفهد بلان. نعم، هم بفارق يوم بالمناسبه ماتوا بفارق يوم، وبالتالي كان يضم الاحتفاء عاده ما بين فهد بلان وفريد الاطرش. في مشروع لانشاء متحف لفريد الاطرش بسويدا بتمنى انا احكي عنه. اكيد يعني نحن انا حاتحدث عن معك استاذ اديب مخزوم عن المعرض يلي اقمته من فتره زمنيه بالمركز الثقافي العربي بابو رماني عن صور فريد الاطرش، احكي لنا اكثر عن التفاصيل. نعم، انا اقمت المعرض في المركز الثقافي بابي رماني في نهايه العام الماضي بمناسبة ذكرى مرور 40 سنة على رحيل الموسيقار الخالد، وأقمت معرض تحت عنوان فريد الأطرش قيصرة السماء، وأنا عم قوم بإعداد كتاب فريد الأطرش، إذا الكاميرا فريد الأطرش قيصرة السماء، لأني أنا في الواقع لست موثقا لفن وصور وأبداع فريد الأطرش فقط، وإنما أنا معجب ومستمع دائم لموسيقى والحان فريد الاطرش. حتى كانه يعني في اخطاء نعم. في مكتوب هو عنوان الكتاب نعم. بين معاناه الاضطهاد الاقليميين واخطاء التوثيق اللي تحدثوا عنها. الاخطاء التوثيقيه الموجوده بالصحافه كثيره. واكبر خطا هلا موجود اللي نحن قاعدين من شانه الاحتفال بمئويه فريد الاطرش. فريد الاطرش مواليد 1917 وليس انا يعني انا بختلف مع منظمه اليونسكو اللي هي اقرت مئويه فريد السنه هاي، لازم تكون بعد سنتين مئويه فريد. هالتاريخ هذا 1917 موثق بحوارات فريد الأطرش اللي موجودة على اليوتيوب، ومن ضمنها هلأ حوار شفناه بالتقرير. فريد الأطرش يعني بصوته بعدة حوارات موجودة على اليوتيوب بيقول أنا مواليد 1917. ومقال انا عملت كمان عفوا نحن عشان ببدايه لقائنا انه في كثير لغط حول تاريخ ولاده الراحل فريد الاطرش، ولكن بما انه في هالحديث عن الاحتفال بمئويته فنحن حبينا نكون اكيد اول القنوات او اول حتى الاشخاص يلي بتبادر للاحتفال فيه ونحتفي فيه هو بالاول وبالاخير كمواطن سوري مفتخر فيه انه حمل اسم بلاده برات سوريا. ماذا ممكن نكملها على الناحية. كمان أنا عملت حوار مع أخوه منير الأطرش بالسويدة قبل رحيله بسنتين بال2010
عملت حوار بال2000 عفوا، عملت حوار مع منير الأطرش أخوه لفريد واللي كان مدير أعماله ببيروت أثناء ما نقل نشاطه فريد لبيروت. نحن نعرف أنه انتقل لبيروت بال69 بشكل دائم، ترك القاهرة بشكل دائم وأقام ببيروت بالمرحلة الأخيرة وتوفى ببيروت. ليش جاء على بيروت وترك القاهرة؟ بسبب الاضطهاد اللي كان عم يعاني منه بمصر، يعني دفعوا بالاخير الى ترك القاهره. الاضطهاد من هي كان سبب من اسباب الاضطهاد. من اي ناحيه؟ هل هي اختلافات ليس مع الاعلاميين؟ ليس من الجمهور، اختلافات مع الاعلاميين. جمهور فريد كان اسطوري، اسطوري في جماهيريته. ولحد الان فريد ما عشنا معه 25 سنه او 40 سنه او 50، فريد عشنا معه 40 سنه وبده يبقى عايش معنا حتى نهايه التاريخ. موسيقى باقية حتى نهاية التاريخ. نعم. مثله مثل بيتهوفن، مثل موزارت، مثل الموسيقيين الأفزاز العظام اللي بيعرفوا الأستاذ هادي يعني فريد موسيقار عالمي. نعم. عزفت ألحانه عزفيتها أكبر أوركسترات العالمية. نعم. فرانك بورتيل. نعم. أكبر قائد أوركسترا بالعالم. نعم. عزف ألحانه أندري ريدر عزفوا ألحانه بدول بالتأكيد. أكيد نحن مكملين حوارنا، ولكن حواري مع منير الأطرش عفوا كمان. نعم. مسجل عندي. نعم. على شريط كاسيت بيقول أنه فريد مواليد 1917. هو في عدة أقوال، بعد بيقول 1910، 1915. نحن بناخذ المعلن بصوت فريد موجود. نعم. على اليوتيوب بالتاكيد. نحن حنكمل اكيد حنسمع حضرتك، ولكن يعطينا عمر لحتى نحتفل بعد سنتين. خلينا هلا نحتفل بعمركم. هاي المهم احتفلنا. وانا بشكر القيمين على البرنامج اللي هن اقروا شام وزيدان. استاذ زيدان اكيد حديثنا حيكون عن فريد الأطرش، ولكن قبل ما نسالك عن قد ايه بيعني لك هذا الاسم الكبير، خلونا نسمع شيء منكم. كمان زيدان ابن مدينه سويدا كمان. من اهل وسهلا فيك. احفاد فريد الأطرش اكيد تحيه لك. هادي بقدونس بن جبل العرب، هو من سويدا نفسها. تفضل استاذ. شو بتحب؟ سمعنا استاذ زيدان. قول قول انت.